أثابكم الله وأحسن إليكم. هذه رسالة من المستمع بابكر الزبير مبارك، سوداني مقيم بالمملكة، ضمنها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: إني على بعد كيلو ونصف الكيلو من المسجد وأسمع النداء، لكن صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب للمسجد، يريد أن أعمل بتواصل، هل يصح لي الصلاة في المنزل أم لا؟ إذا كنت تسمع النداء يعني بالصوت المجرد لا بالميكروفون، لأن الميكروفون يسمع من مسافة بعيدة، لكن إذا كان لو كان بالصوت المجرد تسمع النداء وجب عليك الإجابة، ولا يجوز لصاحب العمل أن يمنعك من ذلك لأجل العمل، لأن وقت الصلاة مستثنى من العمل، ليس له الحق في منعك إلا إذا كان يترتب على ذهابك ضياع المال أو يخشى من سرقته أو نحو ذلك من الأخطار، هذا عذر شرعي، تصلي في مكان العمل وتضبط العمل لئلا يختل ويضيع أو يسرق. أما مع الأمن وإنما يريد منك العمل فقط، فوقت الصلاة لا يدخل في العمل وليس له حق فيه، تذهب وتصلي مع الجماعة وترجع للعمل، والحمد لله. نعم.